سام ابو مرعي لا تحدني والله على شيء قسم بالله. انا ودي والله اعطيك سام. قل لا اله الا الله. عطاه الاول ونص الثاني ونص يعني المركز الثالث قسم دراهم بينه. الاول والثاني والثالث. النقاط بينه. اكون بينكم لو سمحتوا. خذ راحتك. عندنا مركزين يا ابو سعود. الاول والثاني فقط نعم. الاول 2000 نقطة والثاني 1500 نقطة وطبعا اذا اعلنا الاول الثاني عارف نفسه. يا صالح يا عبد الرحمن يا عفوا والله لو ودي تعطيه الاول والثاني كلها. هو يستاهل قدر الرجال. طيب ابو محمد يستاهل ابو محمد. طيب ابو جاب. هلا به عبد الرحمن العزيز. الله يجعلها في دوت. انا كخالد شفتك اليوم شخصيه ما هي نفس الشخصيه اللي انا اشوفها عبد الرحمن العزيز. ليه؟ تعبان شيء لا قدر الله. اي بالله اني تعبان. بسم الله عليك. اي والله لكن بشرفني طيب. الحمد لله. الله يمتك بالصحه والعافيه. اللهم امين جزاك خير. ترك والله غالي علينا. جعل امرك طويل. جعل امرك طويل الله يرحم والديك وبنائك. طيب عشان ما نطول باقي عندنا مجموعه الانشاد ثم الاوسكار ثم بطل كرنفال. اعلن الثاني. ها؟ اعلن الثاني؟ والله انك تامر يا ابو حنين. يعني والله ذاك. اعطوني الثاني عشان اذا فاز الاول خلاص اذا اعلنا الثاني الاول معروف. من سيكون من نصيب 2000 نقطة في مجموعة الإنشاد؟ توتر بجاوب. والمركز الثاني 1500 نقطة في مجموعة الإنشاد، خصوصا في آخر حلقة من حلقات الكرنفال. وبكل حزن أقولها. أبو سعود. أحمد حنيف. ياسين نقرر. الأول مين؟ نقرر الأول. العزيز. محمد إن شاء الله. ولا مهونة في أبو جاوب. أحمد حنيف يقول الأول عبد الرحمن العزيزي ومشعل يقول محمد الجابر. عينين براس ما يحتاج بس من الأول من الثاني كلنا الأول كلكم الأول إذا أعلنا الأول فالثاني معروف. نقول ألف مبروك المركز الأول اللي أخذ 2000 نقطة. ألف مبروك عبد الرحمن العزيزي. شريبة الانشاد والتمثيل ما للصور طرب واجتب اشوف والاسمع عليها التنافس محتجم بين حط وشيء يظل بالمواهب بدل ابداع مزج اطراف الشريبة. على عجالة عبد الرحمن عندك كلمة. المبروك اول شيء 2000 نقطة. الله يبارك فيك. المبروك ابو جابر 1500 نقطة تستاهل. الله يبارك فيك. سالفه رجال طلع له الله يبارك فيك. طيب والله اني ترى الاعداد يقول ترى شايك الفنان بالله يبغى خصم. من؟ كلها اخصم خاصمين عليه 50. خلونا ننافس على المراكز ولا شيء. ابو نايف اول شيء الله يبيض وجهك وجهك ويرحم والدينك. والله ان استمتعنا بالفقرات كل ابوها لكن انا اقول ابو جابر يمكن اليوم انه اخطف اللحن يبيع 2000 لي عشان هو ما هو منافس على المراكز النهائيه. لكن الله يبيض وجهك يا ابو جابر ويرحم والدينك وجعلي والله ما تبدل فيك الرفيق. والديك يا ابو محمد انا الحقيقه ما يعني حصل ما حصل وما انافس على المراكز. انا جفت ويعني حبيت الا اني احضر مع ان والله اني ما ابغى النقاط ابغاها كلها لابو محمد. حتى نقاطي انا ابغاها لابو محمد ولكني قد قلت له ذاك اليوم قلت الانشاد لن يسقط. وانا معك الى النهائي في الكرنفال. الله يجعلني ما تبدل فيك. و احنا الاول ان شاء الله. كفو تستاهل محمد بن جابر عبد الرحمن العزيز بيضل وجيهكم. اكيد الله ابدعته. الف مبروك لكم النقاط. الله يبارك فيك. تستاهلون. فالك التوفيق. تفضل. وياك ان شاء الله. وياك ان شاء الله. طيب يا طيب بسم الله عليك يا حبيبي والله. طيب مجموعه الانشاد ابو جابر تفضل شوي. طيب باقي عندنا جائزة الأوسكار.